اللقطات الحين صح؟ بدنا بس بدنا مصاري، إذا بكون مصاري أحسن من معونة يعني بنتحسن. بدنا شغلات نسويها للبيت ما عم نقدر نعمل شيء فيه، يعني بدي غسالة، بدي كل شيء، يعني ما في شيء بالبيت اللي عم نشتريها اللي عم نجيبها عم ناكل فيها. يصير ورقة تسجيل بيانات يعملونا إياه حتى يعطونا. هذا الكراسي بنستلم عليه الأكل الشرب، أي معونة بتيجي بنستلم. بدنا نحن يعطونا مصاري ونحن بنرجع بيوتنا بإيدنا، نحن بنساعد حالنا. يعني هلا لا تاخذين بالكلمه، 10 عيال بغرفه واحده ما في خصوصيه، الخصوصيه هون ما انا موجوده بس. يعني طبعا بتعرفي ما كل الناس عقولها مثل بعضها، ففي شيء بيختلف عن شيء، فممكن لا سمح الله يصير مشاحنات بين العالم، لانه في حدا له يعني. هلا انا مرتي بترضع، عرفت شلون؟ يعني انا ما برضى يكون زلمي قاعد ومرتي عم بترضع، فهمت شو القصه؟ يعني الخصوصيه تبعيتنا معدومه هلا. احنا مثلا مثل نحن لما عم نجي بناخذ معونات، طب نحن عشان نحن لنا حق نطلع فيها لبرا نطعم الناس بنحتاجها اكثر في كثير. طيب ليش عم بيمنعونا هلا على الباب ممنوع؟ هلا انا ابن خالي بده يدخل بده يجي تبع عم يتجه، يا حرام عليك انت، يعني انا عم بمنعوه كل مال هالكرت البيضه ممنوع اذا ما معه. طب خليه يكون مقيم، طب هو حاطه زفت كمان ما عم يحكي بيلجأ في محل.